المراقبة المالية العامة وكيفية مساهمتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات ورؤية الأمم المتحدة لأجندة 2030 نقشت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك بحضور عدد من وفود الدول، بينهم وفد من ديوان مراقبة المحاسبة بالمملكة برئاسة معالي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري. مشاركتنا للعام الثاني على التوالي تؤكد وتجسد حرص المملكة ممثلة بالديوان بأن تكون لاعب فاعل على النطاق الدولي في إطار إيجاد الدور الحقيقي الذي يجب أن يتم من خلال الأجهزة العليا للرقابة في إطار تحقيق رؤية أجندة الأمم المتحدة 2030 والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما ناقش الاجتماع مساهمات الأجهزة العليا لرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آليات وسبل تعزيز المناقشات وتبادل المعرفة والحوار بين الأجهزة العليا الرقابية في دول العالم. المملكة لها دور قيادي في هذه المنظمة لأنها تحتل منصب نائب الرئيس وترأس أهم اللجان الموجودة ضمن نطاق أعمال هذه المنظمة، وانعقاد الاجتماع في هذا الوقت بالذات دليل اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادتها بهذا النشاط الدولي متعدد الأطراف، خاصة وأن المنظمة أخذت على عاتقها مسؤولية مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم. ديوان المراقبة العامة السعودي عرض جهوده لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كذلك مخرجات وتوجيهات الندوة التي نظمها الديوان بالرياض هذا العام بحضور مختصين من الأمم المتحدة والبنك الدولي، والتي هدفت إلى دعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في تطبيق أهداف التنمية المستدامة. وخرجت هذه الندوة بثلاث توصيات هامة توجت بموافقة سامية أوجدت بموجبها دور هام يمارس من خلال ديوان المراقبة العامة للرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من الجهات المعنية في المملكة. مشاركة ديوان الرقابة العامة في هذا الاجتماع رفيع المستوى تعكس أهمية دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكانة المملكة العربية السعودية في مجال رقابة المالية العامة والمحاسبة. حسين إبراهيم للإخبارية من مقر الأمم المتحدة نيويورك.